هالكتاب كتير مهم مثل ما قلت لكم، حاطت كتير هيك وعظات، مش وعظة، advices هيك نصيحة عن الأعشاب يلي عندك هالمرض شو بتاخد وكيف بتركبون، كتير منيح. بس الأعشاب اللي ذكرها باللغة اللاتينية، شوفوا كتاب أعشاب يلي بحط لغة عربي، اللغة إنجليزي واللغة اللاتينية والصورة، وكلهم بينتموا إلى الخمس حدود على الموقع موجودين. مثلا عند الرئة بياخد اللي بيشبه نعنع، ملوخية، ماريوانا، بعرف كيف استخدمها، كل هول اللي بتشبهي بتضلك تلاقي أنواع كتير من النعنع الموجودة برية، بتشوفها مثل السوس طعمتها، بتشوف نصران الغليظ في كتير هيك زي زفون اشياء تشبه النصران، نعم مثل البازيلا، مثل البامية، مثل تعرفوا. فإذا جيبوا هالكتب يلي بتشوفها بالكلام وبالصورة وبالريحة، تروح على البرية اللي عندك، هاي ريحتها حامضة، هاي ريحتها بتشمها مرة، هاي ريحتها مزة مثل التوم، وهيك هاي ريحتها يا الله فيها مثل الريح ملح، وما فيك دوقة، خد ورقة جرب انه ما نأذي كتير الطبيعة. فإذا بالخمس حدود في كل الموجود وكل الوجود، وانت لا تفكر يلي بالمفقود انه يا الله رحت السيارة، بتضيع الموجود، خليك بالوجود وفيم الموجود انت. من اجمل الكتب، اذا مش اجمل الكتب، كل كتاب جميل اسمه الموجود، قروا. انت الموجود، انت الخضر، وانت مرياس ولياس وإليا فوق الأنبياء في كتير مقامات، أقرب مقام وأفضل مقام وأجد مقام بالتجديد الدائم ينهر هو اللي فينا، وفينا انطوى العالم الأكبر، وأنا أقرب إلك من حبل الوريد، لا تروح بعيد. بس بدي كتاب خير جليس. فإذا كتاب صوفي هيلي لمعين الدين الشستي هو اللي بيعلمك علم العدد، the number يلي واحد زاوية، اثنين زاوية، ثلاثة زاوية، وبيعلمك علم الحرف ألف دال ميم حوا واو، مش واوا صارت الواوا، الح من هون ح، مهضومة بعتولي صورة لح حوا. المرأة عندها رجل طاقة السماء، في عنده بينس، المرأة طاقة الأرض، أمكم الأرض، فاجينا داخلة، الرحم بالداخل، أنت رحمك خارجي، والمرأة شو عندها؟ الأوفولا، بتحكي كتير، مشان هيك عم بيقول لديك لدجاجة، سكري تمك ولي، حشنقي ودقي، بدي أقصف عمرك، لديك ودجاجة، مشان هيك نحن كمان، سكتي. على المرأة كيف بتحبوا لرجال؟ غني، مشهور، حبيب، انا كل شيء 200 صفة، وهو سكتي بس طبقي لي حزام الأمان عتم هو عم بيسوق هون هي. فإذا كل واحد منا ليه؟ لأن الأوفولا عندها والمرأة عندها الانتويشن، عندها الحدس، عشان هيك أخذوا نصف دينكم من هذه الحميرة. هلا كيف ربحتي ولي ورقة لي نصيب؟ والحمارة؟ كيف ربحتيها؟ سكوت صارت بنومي 10:10:30 أخذت ورقة 10:10:20 هات سكوت مين ربيح؟ بهالانتويشن عندها ايه؟ حدس. بتصير تعرف اذا حبلي مرقع طريق، وقفت الحية صبي، نامت الحية بنت، امكم الارض، عمتكم النخلة. هالعلم بالفطرة عنا ايه، بالغريزة كلنا،
الأطفال الطبيعة الحيوانات مع بعض ونكلنا. ولكن أكبر شر إجا لما انفتحنا مدرسة البدو. إن شاء الله نتعلم من البدو، نتعلم من هالعرب يلي بعيش بالصحراء، يلي بعيش بالجبال، يلي بعيش فيتوا على المغارة مئات السنين وألوف من السنين، على الكهف والكلب كلهم بعدهم أحياء جسمهين روح. فإذا كل واحد منا يكون عندك الكتاب خير جليس وتعطي وقتك لهالكتاب وتقعد تقرأ كثير حلمه. هون ما في نقلكم بسورة الفاتحة بسميها مين وقف، هذه هيدا وقف فلان، هيدا وقف فلان، هيدا وقف فلان، وانت الانسان الوقف. نعم انت الازلي والابدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. اخر وحده، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل شيء اللي بقى نكتبه بالعربي لازم يكون The number is in Arabic. 1, 2, 3, 4, 5. بتصير إذا بتشوف بسم الله الرحمن الرحيم تقعدوا وبتشوفوا هيدي الفاتحة. شو هن سواقط الفاتحة؟ وليش مش موجودين هالأحرف؟ هذا يكون وظيفتنا الليلة. تقعدوا تقروا أي حرف مش موجود. وليش مش موجود؟ وشو يعني سواقط الفاتحة؟ بهالكتاب حاطينه. لوين بترمز؟ وين بيروحوا هالأحرف؟ ليش نشيلوا من الفاتحة؟ وليه الفاتحة السبعة؟ ليش هالدرجات السبعة بكل الطرق بكل الديانات وبكل 1, 2, 3, 4, 5 الجمعة السبت الأحد السبت بعدين واحد. فإذا من هالبيب بتفوت على القلب، ولما بتفوت على القلب هيدي مدخل البيت، بتفوت على المدينة. واو اجت المؤامرات والهاكر صارت واو تنلتهي برا. تشيك يور تشيك بوكس وين عم بتشيك مصرياتك وشوف شو عم تلتهي وتعرف بعدين في شخير الموت. واذا بتحب تعرف كيف بدك تموت وين بدك تروح فيك تعرف. خلاص العلم باب واسع، وقد ما كان واسع وما اوتيتم من العلم الا قليل، بس على القليل نعرف 8% 10 20 30 40 50 على القليل. يعني كل معرفة الله أعلم الله أعلم. بس هالنقطة تبلش هيك تزيح تجي على الموجة، تقول لها الموجة ما شفت شي بعد، بعد في أحلم. حتى الموجة كل العلماء هالمرشدين الكبار أوشو قبل ما ترك جسمه قال إكزيستنس في الوجود مش أنا، ما بدي اسم، خلولي برنيتي وكلسيتي. هذا علم الحجاب عند الرجل والمرأة. بس القدري بس تصير نظيفة منغطيها كان يعرف. وقال العلة مش بالمال، العلة بالحل، كيف منستخدم المال. ولكن بحكي بغير يوم مفصل كيف المال الحرام بياخد صاحبه من اللحظة اللي انت بحرامك الفوق بحرامك وحرامك. نعم حرام، في حلال وفي حرام. اللي عم بيشتغل بمال الحلال قال له روح شوف أموالي وين بتروح، هيدي صدقة. واللي حرام قال له خدتهم أنا، هلأ روح شوف وين بيروحوا أموالك، لأن هي طاقة. فإذا كل واحد منا بدك بالأول نفسي، نعم بدي أنا أكل وأشرب ونام وأعرف أنه ما يكون في تبذير ويكون في ثقة. هيدي منا موجودة عندي هالترست هالثقة إلا بالجماعة. بس هلأ شوي عم تقوى لأنه نحن أولى 4, 5, 6 بلبنان بنطر النهار اللي بنلتقى فيه، وبعرف أنه في عنا كلنا بنتكل على خليل أبو الشوارب ناطرين. وأي متى بده يكون في أول مقبرة بلبنان؟ في مقابر فوق الأرض وتحت الأرض. قالوا خذوني عند شهداء أحد يعني قبل ما راح
أو أخوته ورفقاته، يعني وقت اللي شافنا شو عملنا بمعركة أحد ما لام حدا، عرفتوا هيدا شو عمل وهيدا شو عمل وهيدا شو عمل، شو عمل المرأة شو عمل الصغير دردردر. التفت هيك قال جبل يحبنا ونحبه، فإذا بدنا الرحمة، والرحمة موجودة بكل العالمين مش مسيحيين ومسلمين، وبدنا نقرأ هالإناء ينضح بما فيه. أنت مسؤول عن جسدك، بس تبلش بالجسد يجي لإلك الساجد، وبعدين بياخدك عند الواحد الأحد. ما في أي سؤال راسي إيدي أجل شو بعمل، عندي صلع يعني بيروح، يعني بيروح الصلع إذا جيت لعندك؟ بسكر ولا مشي الحتي برد ولا رمزي حوا، كلنا خلاص هيدا ميت، دعوا الأموات يدفنون بعضنا البعض. بس اللي بيسألني أي كتاب وين بقرأ كيف شوف، بقول له على الموقع. إذا سألتني سؤال حمار، الموقع قدامك توقع وترتفع فيه، مش fall in love، ترتفع بالحب مش توقع بالحب. الكتاب خير جليس، فإذا للجسد بتفوتوا على الموقع جسد، بس محطوط كل شيء من الألف للياء. تتذكروا من هي بهال النكتة ومن مرقة اجت الياء، واحد بده يجوز بنته لا واحد قبضة، قال له جيب ورقة عند الطبيب، جيب ورقة يي يي يي، تجوزت هيك وطلع طش طش طش. قال له لخيي وين هو الحكيم الحمار؟ 99% هيك مع الشديد. قال له شو كتبت لهم؟ قال له يا خيي كتبت يي يي يي. قال له شو قري لك هو؟ قال له يقدر يوميا. قال له انا كتبت لك يكاد يقدر يبول، انت قريتوا مثل ما بدكم يعني. فأسن كل واحد انت شو بدك، انت اللي بتقرا مثل ما بتفهم، قريت على الموقع وهيك فهمت، هيك انت بتقولي، هيك قالت مريم نور، هيك قال كيلاني، هيك انت فهمت. المفسرون هم المفسدون في الارض. فإذا كتاب معين الدين الشسي نعم بيشتع علي، منه سهل. قلت لكم علماء كتير اللي حطوه، بيحط لك مثلا الموز لمين بنانا، انتبهوا أول شيء منه للإنسان، نادرا ما تستعمله، قليل كتير، هو للسعدين للحيوانات البطنط. التفاح حطت لك، الشعير لمين كتير حلو، بيقول الشعير وكل الحنطة لكل الناس، انتبهوا كل واحد عنده سعلة، كل واحد عنده بلغم، هيك بيقول لك بالانجليزي، واللغة الانجليزية عنده صعبة، بيستخدم كلمات علمية. مقام الوصال، بمقام الوصال والتواصل مع الله بيقول لك شو قال الحبيب، نعم وانت شو فيك تعمل، وكلكم بتتواصلوا. نعم بقول في أعشاب تشربوها من بلدك، وانت بتجيبها من العلاق وغيرون، وقت بدك التواصل هيدا الصيام، بتاخد بس سوائل وما في سائل مثل التاني. انا بركب حوالي 12 نوع يوميا، وما في يوم مثل التاني على 21 يوم، وبتتعلم كيف تاخدهم حسب الزمن عندك والوقت وكيف. وهال 21 يوم بتضلك بتروح على شغلك وما بتخبر الناس شو عم تعمل. انا مره عملت هيك لست مهمه كتير، اول سنه خبرني هون انه عايشه على المي، هي رح تموت، قلت لها خلص. وكان رمضان قدرنا مطرح ما نروح تاخذ هي صحن ياخذوا انا اكله وما ادري شو هيك. بس اما قالت لها كان عمرك 18 سنه كنت بهالنور، قالت لها اللي عملت السنة الماضية عم بعملها لها، قالت لها ما تخبري حدا، سو ما تخبروا حدا من ما شافكم من منائز وشاف عليكم، بصير في الهالة الأورا ميتر تقوى، هالأورا هي طاقة نور، ساعتها إذا شفتوها قوية كتير مثل المسيحي من ما كنتوا حطوا العجاب، خليها تفوت، خليها الناس ما تنتبه، لأن بتشوفكم بتشوف طاقة دخيلكم، شفت شي شفت شي شفت شي عند هالمرأة، إيه نعم، لأنه هالمرأة عم تعطي طاقة
الأوراميتر عم تقوى عندها بالصيام، صوم التصحيح.